يا بنات، عمرك سألتي نفسك ليه تقشير الجلد ده مهم قوي كده؟ وليه لما بقشر بشرتي بتنعم فعلا؟ وإيه فكرة المقشرات دي أصلا؟ وهل المقشرات اللي بنعملها في البيت زيها زي اللي بنشتريها؟ ولا ريح دماغي واشتري من بره أحسن؟ طب عمرك حاولت تعرفي إيه سر المية وإيه سر ترطيبها للجلد؟ طب المية دي بتطلع لجلدنا كده ازاي من جوه الجسم؟ طب ايه هو الكولاجين ده؟ ومكانه فين اصلا في الجلد؟ وايه علاقته بالتقدم في السن؟ انا دكتورة دينا محفوظ، ودي قناتي بريتي فارماسي. في الفيديو ده هنبقى بتوع علم كده حبتين، وسريعا هديكي فكرة بسيطة عن تركيب الجلد عشان تفهمي دنيتك كده ماشية ازاي. اولا، جلدنا ده بيتكون من 3 طبقات أساسية، وكل طبقة بتتكون من طبقات تانية فرعية. هنبدأها كده من جوه لبرة. آخر طبقة من طبقات جلدنا طبقة اسمها الهايبوديرمس، ودي طبقة مليانة أوعية دموية ونهايات عصبية، والنهايات العصبية دي اللي بتخلينا نحس بالبرد والألم. وتاني طبقة هي طبقة الديرمس، وهي دي بقى مكان الكولاجين. طبقة الديرمس دي اللي مليانة ألياف الكولاجين وألياف الإلاستين، وهم دول المسؤولين عن التقدم في السن، وفيها المصانع اللي بتصنع الكولاجين والإلاستين. المصانع دي اسمها الفايبروبلاست. عشان كده كل كريمات التجاعيد والتقدم في السن بتبقى هدفها الأول هي الطبقة دي، طبقة الديرمس، تدخل تحفز الفايبروبلاست المصانع إنها تصنع كولاجين وإلاستين. وكل ما المصانع دي تقوم بوظيفتها مظبوط وتطلع لي كولاجين وإلاستين مظبوطين، هيفضل جلدنا دايما مرن ومشدود وخالي من التجاعيد. وآخر طبقة من جلدنا خالص، الطبقة اللي بره دي، اسمها طبقة الإبيديرمس. طبقة الإبيديرمس دي عبارة عن 3 طبقات تانية. اللي على الوش خالص بره دي طبقة بتتكون من خلايا اسمها الكيراتينوسايتس. الكيراتينوسايتس دي عبارة عن خلايا ميتة، بس ربنا ما سابها لناش كده، عمل لنا ليها ترتيب ذاتي، عبارة عن مادة دهنية بينية، يعني بينية يعني بين الخلايا وبعضها، عبارة عن دهون كده. وكمان خلايا اسمها خلايا محبة للمية. خلايا المحبة للمية دي بقى وظيفتها إنها تشدلي الترطيب من الجو، من الرطوبة اللي في الجو، وكمان تشدلي الترطيب من جوه الجسم نفسه، من المية اللي بنشربها. يعني لو مش بنشرب مية، الخلايا المحبة للمية دي مش هتلاقي مية تشدها، مش هتلاقي ترطيب تشده من جوه وترطب بيه الجلد، فجلدك ينشف. وهو ده بقى سر المية، وسر إنهم دايما يقولولنا اشربي مية عشان جلدك يترطب، اشربي مية عشان بشرتك تترطب. أما الطبقة الأخيرة من الإبيديرمس اسمها طبقة البيزل لاير، ودي بقى أهم طبقة عندنا. دي الطبقة اللي فيها مصانع الميلانين. الميلانين ده هو الصبغة المسؤولة عن لون بشرتنا ولون شعرنا. وطول ما الدنيا كده ماشية تمام وطبيعي، مصانع الميلانين دي بتنتج الميلانين بنسبة طبيعية وتدينا لوننا الطبيعي. إنما بقى لما بيحصل مشكلة، هي حاجة يعني تعمل لخبطة كده المصانع الميلانين دي، زي أشعة شمس، زي حرق، زي هرمونات، مصانع الميلانين دي تنتج الميلانين أكتر من اللازم، وده سبب الغمقان اللي بيحصل لنا. ومصانع الميلانين مش قاعدة لوحدها كده في الطبقة دي، دي حواليها برضو خلايا الكيراتينوسايتس اللي أنا قلتلك قبل كده إنها إيه في الطبقة اللي على الوش على الجلد. مصانع الميلانين بقى تنتج كده ميلانين وتحمله على الكيراتينوسايتس دي، وكل 28 يوم الجلد من جوه يغير نفسه، يعمل ريفريشمنت كده لنفسه، يرمي الكيراتينوسايتس القديمة دي، يطلعها برة اللي متحملة طبعا ميلانين بالهبل، ويطلع خلايا كيراتينوسايتس جديدة فريش وجميلة وكلها حيوية، والقديمة دي الميتة تملى الجلد من برة. وهو ده بقى يا ستي سر التقشير، سر أهميته، وسر إن هما دايما يقولولك قشري بشرتك، قشري بشرتك، ما تسيبيش بشرتك كده.
لأن طبعاً بشرتك دلوقتي مليانة خلايا ميتة متحملة بصبغة ميلانين، لو أنا سبتها كده فوق بعضها وما قشرتهاش هتخشن لأن هي ميتة، تراكم الغمقان فوق بعضه، وهو ده سر الخشونة والغمقان في أماكن كتير في جسمك مش بتشوف الشمس عشان الشمس تسمرها يعني. وكده احنا فهمنا ايه فكرة المقشرات دي أصلاً، اللي فكرتها إن فيها حبيبات تقشر الخلايا الميتة. معنى كده إن المقشر اللي هعمله في البيت هيجيب نتيجة؟ أيوه هيجيب نتيجة، وهيبقى زي بتاع بره بالظبط، بس الفرق الوحيد إن المقشرات الجاهزة بيبقوا حاطين فيها حاجات كده مرطبة، كريمات مرطبة ومواد مرطبة ومواد تانية كمان منظفة، عشان تحسي في الآخر كده إن المسام اللي عندك نظيفة والجلد نظيف ومترطب. لو انت حابة تشتري من بره تمام، لو انت حابة تعملي مقشر في البيت وتوفري على نفسك برضو تمام، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هقول حاجات زي دي كتير ووصفات منزلية ومقشرات ومرطبات وكريمات نعملها ان شاء الله في البيت.